الغشاشة اهي، الغشاشة اهي. يا ندى. ايوه يا ماما. ذاكرت كويس يا ندى؟ انا ذاكرت كويس. تعرفي يا ندى لو نقصتي نص ترجع اعمل فيك ايه؟ ده مش هسيبك، وكمان هقول لابوك. انت عارفه طبعا ابوك بيعمل ايه؟ عارفه، ما تقوليش انا عارفه. ولو نقصتي مش هسيبك. حاضر حاضر يا ماما، هروح احل كله صح. ايوه كده ماشي. حاضر. وكمان قبل ما تقري الورقه قولي بسم الله واقري بالراحه. حاضر يا ماما. حاضر. خدي مصروفك اهو. 10 جنيه؟ اهو. شكرا يا ماما. ماشي يلا رايحة الشغل. باي باي يا ماما. ندى. ايه؟ ازيك يا ندى، عاملة ايه؟ انا مش كويسة خالص. ليه بس؟ مالك يا ندى؟ في ايه بس؟ زعلانة ليه؟ مش امنية، انت عارفة بتجيب الامتحان صعب خالص ومادتها صعبة اصلا. أيوة وانا مش فاهمة اي حاجة، وماما قالت لي لو نقصت نص درجة مش هتسيبني ولا هي ولا بابا. يعني هتضربك وتزعق لك؟ هتضربني وتزعق لي وهتعاقبني وهتحرمني من كل خلاص حاجه. خلاص طب اهدي اهدي، ما تعيطيش. بصي يا ندى، انا عامله بقى خطه حلوه قوي قوي عشان اغش بيها. بصي بقى، انا هغش كل الامتحان واحله، وبعد كده هنقلك الامتحان كله والحل الصح. ايه رايك؟ يعني انت هتساعديني في الامتحان وتغششيني؟ ايوه طبعا يا ندى، انت مش عارفه انا بحبك قد ايه يا ندى. ما تقلقيش من اي حاجه، وان شاء الله مامتك مش هتضربك ولا هتزعقلي خالص. بصي انا في ظهرك كده، ما تخافيش. يعني ما تذاكرش خلاص؟ لا لا خلاص ما تذاكريش بقى، فين الكتاب ده؟ ملوش لازمه. ارميه ارميه في الشارع. ارمي. لا لا لا، عشان ميس امنيه. طيب خلاص يلا بينا بقى. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا اقعدوا. شكرا يا ميس أمنية. جاهزين للامتحان؟ جاهزين يا ميس أمنية. كلكم ذاكرين؟ مذاكرين يا ميس أمنية. شاطرين. شكرا يا ميس أمنية. قبل ما أوزع أوقات الامتحان، أي حد معاه كتاب يخص المادة يديهولي. في الشنطة يا ميس أمنية. ماشي. اي حد معاه ورقه غش يديهولي. معلش عشان غشنا فليس منه. معلش اكتر حرام الغش يا ميس امنيه، اللي بيغش ده يبقى وحش قوي. شاطره يا حبيبتي. ماشي خلاص هبدا اوزع الورق. ارحمكم الله. خلينا بس اختلاف. اتفضل يلا كله يركز في ورقته. اكتبوا اسمك الاول على الورقه. حاضر يا ميس امنيه. وسموا بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حبايبي يلا. كل واحد يركز والسؤال كويس. الله الامتحان سهل قوي يا ميس امنية. شاطر يا حبيبي عشان انت مذاكر. لا انا مش عارف حاجة خالص. ركز يا حبيبي يلا. حاضر. شاطرين يا حبايبي شاطرين. نعم. حبيبي ركز والسؤال كويس. ذاكرها البارح بس نسيتها. ركز كويس. طب حل كله وسيب بس. عارفه يا ميس لو انت تقولي لي بس اول حرف احل الامتحان كله. ما ينفعش يا حبيبي. اول حرف 2 زائد 7 زائد اول حرف. شكرا شكرا يا ميس. حلي حبيبي بدل ما انت عارفه. ماشي فرحانه يا ميس. ماشي فرحانه. ربنا يبارك قلبي. شاطرين. ماشي حبيبي. الله يخليكي. ماشي. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه حبيبي؟ بصي يا ميس أمنية، على فكرة أنا واقفة. ميس أمنية محمد بيغش من ورقتي يا ميس أمنية. محمد غشاش. محمد خايف، عمال يسأل وخايف. محمد. أنت
بتضحك عليا يا ميس؟ بصي مسميه الحقي الحقي مسميه احمد مسميه. هي بتعمل كده عشان بقى ما رضتش اجيها شويه شيء. على فكره هاخد ورقتك واكتب عليها غشاش. ماشي هضيع تعبك كله. ركز في ورقتك احسن. اكتب غشاش غشاش. او كلمه ايش او بكاش مسميه. انا خلصت الامتحان. شاطر يا حبيبي. عيني على اسئله تانية. حاضر انا هراجع. غلطانه في حاجه؟ ايه ده يا ندى انت بتغشي؟ مسؤوليه ندى معاها ورق غش. ورق غش؟ ايه ده؟ ايه ده؟ افتحي ايدك افتحي ايدك يا غشاشه. ولا ولا في ايه؟ الغشاشه اهي الغشاشه اهي الغشاشه اهي الغشاشه اهي الغشاشه اهي. دلوقتي هتجيبي لي مامتك عشان انت غشاشه، وانا غشاشه فليس منا. مش دعوه بك دلوقتي، هتجيبي لي مامتك عشان انت لو ما جبتيليش مامتك مش هتفتحي معانا اي مشكله. دلوقتي 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 دلوقتي
بنتي انا عاوز اعرف ورا امي في الفين، واجو غسيل، واجو مسؤوليه، واجو ايه؟ ردي عليا. انت على الفرصه. ما انت كمان يا حبيبي جايب درجه وحشه. اتفضل اقعد يلا. انا ورا شغل. ماشي يلا خلاص تمام. لا مش شغال في ورشه بتاعت ابوك. يعني انت عايزه ماما يا امنيه؟ ايوه يا حبيبتي عايزه ماما. انت عشان لو ما جبتهاش مش هتمتحني معانا اي امتحان تاني. يلا بره ندى. بره. شكرا يا ميس أمنية. عفوا يا حبيبي.